السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من سلسلة لايت بورد. استكمال المواضيع السابقة لما اتكلمنا فيها على السوفت وير ديفاين ككونسبت عام، واتكلمنا على السوفت وير ديفاين نتورك، واتكلمنا على ان اف في، هنتكلم النهاردة على أحد تطبيقات سوفت وير ديفاين نتورك واللي قريبة جدا من سوفت وير ديفاين نتورك، اللي هي عبارة عن الـ SD-WAN. الـ SD-WAN هي أحد تطبيقات سوفت وير ديفاين Anything بصفة عامة، وهي تكملة لموضوع السوفت وير ديفاين نتورك. الاختلاف هنا في ان هي السوفت وير ديفاين نتورك دايما بتعتمد يعتبر على الانترنال داتا سنترز، لكن السوفت وير ديفاين وان هنا تتكلم على الاكسترنال كونكشن بيننا وبين الفروع او اللوكيشن او بين اي اتنين داتا سنتر او اتنين، واحد بارتنر واحد نتو داتا سنتر خاصة بينا او بيننا وبين البرانش. لو فرضنا ان دي الداتا سنتر الخاصة بينا، اوكي، الهيد اوفيس داتا سنتر، وده عبارة عن احد البرانشات. باي ديفولت احنا كنا بنربط بين هذه الداتا سنتر والبرانش عن طريق لينك من نوع مثلا MPLS، وهو الاشهر حاليا. ده عبارة عن سيركل مقفولة بيننا وبين البرانش الخاص بينا عشان الترافيك بيننا رايح جاي. ممكن كنا طبعا نربط بينهم عن طريق الانترنت ونعمل مثلا VPN سايت تو سايت، لكن طبعا كان MPLS هو يعتبر الاقوى والاكثر سكيورا لان هو مغلق تماما بره الانترنت. مع تطبيقات الـ SD-WAN وتطبيق الـ SDN والسوفت وير، وان النتورك بتاعتنا دلوقتي ممكن نحول هذه اللاير الى سوفت وير لاير، ونقدر نتحكم في الترافيك ده من خلال انكابسوليشن داخل سوفت وير لاير، فهنا بدأ نتحول من الوان العادية الى سوفت وير وان، وهو ده المبدأ عندي. ازاي ده هيحصل؟ ده هيحصل ان احنا يكون في عندنا سوفت وير ديفاين ديفايس موجود هنا، هو اللي هيقوم بعملية ديت، بيسموه مثلا على سبيل المثال Edge وان، عبارة ده عن سوفت وير هو اللي بيتحكم في الكنترول الترافيك بيننا وبين السايت التاني. طيب هو هنا سوفت وير ابلاينس وهنا ابلاينس سوفت وير بيتحكم من الترافيك. طب الترافيك ده هيعدي من خلال ايه؟ الترافيك ده ممكن يعدي من خلال MPLS او من خلال انترنت كونكشن، سواء الانترنت العادي او حتى ال 4G او ال 5G عندنا، او لو في 5G. طيب الانواع الكونكشن دي كلها هي بالفعل بنعمل لها، ممكن تعتقد كده الانواع الكونكشن دي بنعمل لها انكابسوليشن، وكلها بتمر من خلال هذا الابلاينس. بمعنى عشان نلخص هذا الموضوع، ان الكونكشن بتاعنا ممكن يكون MPLS، ممكن يكون انترنت، ممكن يكون 4G نتورك، اوكي، لكن هنا مش هتعامل بين راوتر وراوتر او بين راوتر عادي من هنا وهنا عادي زي اللي كان موجود عندي في الـ في الـ في الوضع التراديشنال. لا، دلوقتي في عندي ابلاينس هنا، ابلاينس هنا، وبيكومنيكيت بينه وبين بعض عن طريق سواء الام بي ال اس، سواء الانترنت، سواء الفور جي. وفي الحاله في اغلب الاحوال طبعا ما بنستخدمش ام بي ال اس، طبعا ممكن بس احنا بالفعل في الغالب لا، لان من احد فوائده السوفت وير ديفاين ان هو بيقلل الكوست. طبعا الكوست بتاع الام بي ال اس اضعاف مضاعفه ان انت تجيب انترنت عادي زي الدي اس ال او ليز ذا لاين، اوكي، يعني مش ربع او عشر ثمن الام بي ال اس بنفس السرعه. وطبعا الفور جي تعتبر رخيصه لو هتاخد باكج كويسه، وحتى ممكن تعملها باك اب. وهنا برك من احد الاشياء الثانيه اللي بيفيدنا فيها الاس دي وان، ان احنا ممكن ندمج بين السرعات، ندمج بين الكونكشن ده والكونكشن ده، ونقدر نعمل موضوع اللوب بالانس بينهم، ونقدر نعمل كواليتي اوف سيرفيس بينهم. دي بعض البنفيتس هنتكلم عليها كمان شويه، لكن الفكرة الأساسية هنا إن الكونكتيفيتي اللي كانت موجودة عندي أنا دلوقتي هتحكم فيها من خلال سوفت وير ديفاين موجود هنا، عبارة عن أبلاينس أو هاردوير أو سوفت وير عليه سوفت وير معين بيتحكم في الكونكتيفيتي اللي بيننا وبين البرانش أو بيننا وبين داتا سنتر تانية. طب ده هيفيدني في إيه؟ هيفيدني في حاجات كتير قوي. أول حاجة موضوع الكوست،
زي ما قلنا ان انا ممكن استغني هنا على الام بي ال اس تماما واقدر اتحكم فيه من خلال ان انا اجيب 4 جي وانترنت او واحد منهم او الاثنين حتى، واقدر اعمل حتى اوفر الكوست الكبير الخاص بالام بي ال اس، او حتى ممكن استخدم الام بي ال اس بس عن طريق الاس وان هو يوفر لي الترافيك، فبالتالي هوفر الكونكشن السرعه اللي انا كنت بستخدمها، ممكن اقلل السرعه شويه تحت، فبالتالي وفرت الكوست. تاني شيء وهو الكنترول. كنترول هنا من كذا حاجة، من أول حاجة من ناحية الكونكتيفتي، يعني ممكن أعمل هنا لوب بالانسنج بين التو لاينز، أجمع السرعة بينهم وأقدر أحدد مين اللي يقدر يستخدم اللينك الخاص بالدي اس ال، أو مين اللي يستخدم اللينك الخاص بالفور جي، أو ممكن اللي يستخدم الاثنين. حاجة تالتة ممكن أعمل موضوع كواليتي أوف سيرفيس، وده مهم جدا. ان انا اقدر هنا مثلا حاجات زي في مكالمات في عندهم اي بي تليفون، فبالتالي الحاجات الفويس او الميتنج محتاج كلها بريورتي اعلى او ليتنسي اقل، فبالتالي هنا اقدر اعمل بريورتي من خلال الكونكتيفيتي، هنا اقدر من خلال السوفت وير ده اقدر احكم الموضوع ده، لان من خلاله بقدر اشوف كل الكونكتيفيتي، كل الاجهزه المتوصله، كل البروتوكولز المستخدمه، واقدر هنا اتحكم بشكل كنترول قوي جدا. حاجة رابعة في موضوع بقى اللي هو زي الابليكيشن اوير. الابليكيشن اوير هنا ان انا اقدر اعرف طبيعة الابليكيشن اللي بتعدي من هنا، طبيعة الترافيك اللي بيمر هنا، زي حاجة زي الباك اب مثلا، عارف ان ده ترافيك من نوع باك اب، فبديله بديله له بريورتي، ممكن يشتغل في وقت معين في ساعات معينة، اديله ليفل معين، لو النتورك ما فيهاش ترافيك ممكن يشتغل بسرعة اعلى، لكن لو النتورك فيها ترافيك خاص ببروتوكولز تانية لها بريورتي اعلى وده ينزل. يقدر يفهم حتى باكج كده، اقول البروتوكولات دي كلها اللي بتستخدم ديت بغض النظر ايه الابلكيشن تديها كذا، او في ابلكيشن معينه بسيجنتشر معينه ليها اولويه معينه وهكذا. في عندي جزء برك الخاص بالكنترول من ناحيه السكيورتي، ان انا ممكن من هنا اقدر اطبق حاجه قريبه من الفاير وول، اقدر احدد هنا يقدر ياكسس هنا ايه او العكس، شبيه بالفاير وول بالظبط، اقدر الديفايس ده يكومنيكيت مع ده بورت كذا او العكس عندي. وموضوع المونيتورنج هنا طبعا، لان انت سوفت وير هنا بغض النظر كان زمان ام بي ال اس حاجه بيزك قوي، كنا اخرنا نستخدم الان تي ار جي او ان احنا نستخدم بس نشوف الترافيك اعلى اوطى اليوتيلايزد هنا، لكن هنا بقى موضوع المونيتورنج بقدر مونيتورنج الليفل اليوزر للاكونت للبروتوكول للابلكيشن، واشوف اليوتيلايزد الطالع والنازل واقدر اشوف كل معلومات فيه. حاجه ثالثه كمان موضوع الاوبتمايزنج، عندنا في حاجات اوبتمايزنج ديفايسز كانت موجوده عندنا ولسه موجوده عندنا، بتقدر تعمل عمليه الاوبتمايزنج للترافيك، ان هي بتحاول تعمل كومبريس للترافيك او بتحاول تعمل له سبليت الاجزاء اصغر عشان يقدر يوفر الترافيك ويقلله باكتر قدر ممكن عشان يوفر السبيد بتاعتنا او اللينك بتاعنا، يحاول يقلل الترافيك عليه عشان نحاول يوفر الحاي سيرفيس ثانيه. فهنا من خلال اس وان ممكن يقدر يعمل لي هذا الموضوع ويوفر لي الابلاينس بتاع الاشياء دي. حتى بيقدر يعمل لي موضوع انكريبشن للداتا او ان انكريبت للداتا، ممكن انتجريت هنا مع بعض الديفايسز ويقدر يعمل لي هذه الاشياء. لاحظ اغلب هذه الاشياء ما كنتش موجوده بالفعل لو انا كنت بستخدم التراديشنال لينك بين وبين البرانشز او بين وبين داتا سنتر ثانيه او باحد الشركات البارتنرز عندي. لو انا مش مستخدم موضوع سوفت وير ديفاين وان هنا ما كنتش اقدر اشوف الداتا بالتفصيل ديت، ما كنتش اقدر اعمل كواليتي اوف سيرفيس بالحجم ده، هنا بيديني فيشر اعلى بكتير عن الحاجات البيزك اللي كنت ممكن اعملها مثلا على مستوى السويتش او حاجه. موضوع السكيورتي لاير، موضوع الاوبتمايزنج، موضوع المونيتورنج، بيديني فيشر كتيره جدا كان شبه مستحيل او مش هيديها لي بنفس الليفل ده وانا كنت شغال بالطريقه التراديشنال بيني وبين الفروع عن طريق الراوتر عن طريق الام بي ال اس عندي في الوضع العادي خالص. فلذلك موضوع الاس دي وان بقى حاجه مهمه جدا، بقى في شركات كتير دلوقتي بتقدمه، عباره عن سوفت وير ممكن تستخدمه مع النتورك بتاعتك بدون تغييرات كبيره، بالعكس التغييرات هنا بسيطه جدا، ممكن تستغنى على الام بي ال اس وتستخدم انترنت كونكشن او 4 جي او غيره، وتعمل هنا الديفايسز ابلاينس هنا وابلاينس هنا وسنترلايز هنا كنترولر طبعا، وهنا بيسموه حاجه زي الايدجنج كده صغيره، ويقدر تعمل موضوع الاس دي وان بشكل سريع او بشكل بسيط بدون اي مشاكل عندك، بل هيديك من ناحيه الاوبريشن هيريحك انت بشكل كبير جدا جدا جدا. ده كان احد تطبيقات الاس دي نتورك والاس دي ان بصفه عامه.
واحد التطبيقات الناجحه جدا والسريعه جدا واللي تقدر تحس بمردودها بشكل سريع عندنا. متشكر جدا لحسن استماعكم، وانتظرونا في فيديو جاي ان شاء الله على اللايت بورد في موضوع جديد خاص بمجال تكنولوجيا المعلومات. كان معاكم خالد الدسوقي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.